بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هعمل معاكم فيديو جديد، هعمل معاكم بورق الأعمال أشكال فنية بسيطة. هنعمل مع بعض القطة. كل الخامات اللي معايا، معايا قطعة فوم اللون البينك ده، ومعايا ورقة أعمال أبيض أو اللون اللي هو السمن شوية. تمام، أول حاجة، ومعايا كمان العيون. احنا عارفين بنعمل العيون بتاعتنا بشريط بتاع البرشام ده. معايا قطعة ورقة الأعمال. أول حاجة هطبقها بالشكل ده كده، هطبق ورقة الأعمال. تمام، وهبدأ أقصها. فكرتها سهلة وبسيطة خالص. ورق الأعمال متوفر، الشكل ده كده. بقى عندي قطعتين وعندي القطعة التانية. هجيب القطعة التانية ديت أعملها على شكل قرطاس بالشكل ده كده. جيب الطرف ده كده والطرف التاني عليه، وابدأ اعملها قرطاس كده. تمام، خليها واسعة شوية، وهبدأ اساوي ده كده بالشكل ده، بحيث يكون الجنب اللي قدام مساوي للجنب اللي ورا بالشكل، بحيث لما تقعد تيجي ثابته. هنلزقها مع بعض بشا. تمام، خلاص هي كده بقت جاهزة. الجسم بتاع القطة قدامي هيبقى بالشكل ده، هو جاهز اهو كده. هبدأ بقى اشتغل على باقي الجسم. باقي بتاع جسم القطة هجيب كوباية او اي حاجة، اعمل دايرة، هعمل دايرتين، دايرة للوش ودايرة للرجل. تمام، الشكل ده كده. هعمل كمان واحدة. كده بقى عندي دايرتين. الدايرتين دول هقصهم، واحدة هعمل فيها الوش والتانية هقسمها نصين واعملها شكل الرجل من تحت، نقصهم مع بعض. انا كده قصيت الدايرتين. تمام، هبدأ اجيب اعمل الديل بتاع الايه بتاع القطة بالشكل دوران كده من فوق كده، واجي قافلها من تحت. ده شكل الديل بتاع القطة، انا قصيته بقى عندي بالشكل ده جاهز. هبدأ بعد كده اعمل الاذن بتاعت القطة. تبقى عاملة ازاي؟ شكل دوران كده بسيط ومقفولة من تحت. تمام، شكل دوران كده بسيط ومقفولة من تحت بالشكل ده كده. نبدأ نقصه. انا كده خلاص قصيت الاذن وقصيت الوش والرجول. هقص بس الرجول ديت بالنص كده. تمام، تبقى بالشكل ده كده. وهقص، هعمل بقى مناخير القطة باللون البينك. اعمل دايرة صغيرة كده. تمام، هعمل دايرة صغيرة بالشكل ده للمناخير. دي الدايرة بتاعت الوش. هبدأ اثبت فيها الحاجات بتاعت الوش. اول حاجة عندي العيون، اهي انا بجيب شريط برشام واثبت فيه خرزة، كل واحد خرزة سودة بيديني العيون. هبدأ اثبتهم العيون، وبعد كده المناخير، وبعد كده هرسم البق بالقلم.
انا ثبتت خلاص الاذن الاثنين وثبتت العيون والمناخير، هبدا اعمل لها البق بتاعه بالقلم كده. تمام كده، وكده الشنبه، شنب القط ده كده بالشكل ده كده. كده بقى الوش عندي جاهز، هبدأ أثبته هنا. ثبت وش القطة هنا كده، عندي الديل نجيبه تمام. اخر حاجة باقي الرجل، اخر حاجة معايا هثبتها اللي هي الارجل بتاعت القطة بالشكل ده كده. هجيب الرجل التانية، خلاص بقت جاهزة عندي قطة جميلة خالص، بقت جاهزة عندي بسيطة خالص، معمولة بخامات بسيطة برضو، هي قطعة فوم عملت منها المناخير والأذن بالشكل ده، وورقة أعمال عملت منها القطة. اعمليها كدعم لأي لطفلك في البيت أو أي حاجة، وبرضو تنفع في تزيين أو أي حاجة. يا رب تعجبكم يا رب، وجربوها وإن شاء الله تعجبكم. من عدد الوقت. انا بكده خلصت القطة اللي هي اللون الابيض، وكمان كنت عاملة واحدة باللون الاحمر. يا رب تعجبكم يا رب، وجربوهم وان شاء الله يعجبوكم. وسهلة وبسيطة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.